50 جنيه على كل واحد تدعيه ويكمل في التطبيق 10 ايام. ازاي تشحن رصيد من تطبيق واي او تسحب فلوسك كاش، فودافون كاش، اورانج كاش، اتصالات كاش، كل الحاجات دي كلها هنتكلم عنها في الفيديو. لكن قبل ما نبدا وقبل ما نروح لاي حاجه، انا عايز اتصل على النبي، دي اهم حاجه، في كومنت كده اتصل على النبي، تمام؟ لو انت ما حملتش تطبيق كواي هسيب لك لينك تحت الفيديو تقدر تحمل منه التطبيق، تدوس لايك للفيديو، تشترك في تفعل جرس التنبيهات، تتابعني على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام، كل الحاجات دي هتلاقيها تحت في صندوق الوصف. بس كده ونقول يلا بينا. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. اول حاجة هتفتح الواجهة الرئيسية للحد، هتدوس على الفلوس بتاعتك، تمام؟ هيبدأ ان هو يجيب لك الكوينز اللي معاك والفلوس، فانت هتدوس على سحب. هتلاقي اول خانة اللي قدامك ديت، تمام؟ ديت لو انت عايز تسحب فلوسك عن طريق اتصالات كاش، فودافون كاش، الحاجات دي كلها. طب انت عايز تشحن رصيد، هتيجي هتدوس على كلمة شحن وهتلاقي زي ما هو قدامك كده ارقام، هتدوس على اي رقم فيهم، تمام؟ وتبدأ ان انت تفتح معاك الواجهه ديت، هتكتب فيها رقم موبايلك، تمام؟ وتحت كده القيمه بتاعتك، تختار القيمه وتختار كذلك انت شريحتك ايه، اتصالات، اورانج، الحاجات دي كلها. تعمل تاكيد او ارسال، هيطلب ان هو يحفظ الرقم ده، يرسل عليه تلقائي ولا لا، يعني بعد كده بدل ما تكتب والكلام ده كله فبراحتك، انا عملت تاكيد لانه ما فيش حد يعني، وبعمل تاكيد او ارسال. بالظبط اقل من كام ثانيه يعني انت تدوس اوكي، هتلاقي الرصيد زي ما هو قدامك كده، ال 8 جنيه اللي احنا بعتناهم وصلوا اوريدي على. طب انت عايز تسحب فلوسك كاش هتعمل ايه؟ هترجع لكلمه سحب، تمام؟ وتدوس على اي مبلغ فيهم وهيبدا ان هو يفتح معاك الصفحه اللي قدامك دي. فوق كده عندي انا مكتوب في محفظه فوق خالص كده زي ما هو قدامك ده، لان انا ضفت محفظه او ضفت رقم بسحب عليه. طب انت لسه ما ضفتش هتعمل ايه؟ عندك طريقتين، في محفظه وفي حساب بنكي. لو انت عندك حساب بنكي ومعاك مبلغ كبير فاوكي، لو انت عايز تسحب محفظه هتدوس على كلمه محفظه من تحت كده واضافه محفظه جيب، وبتبدا ان انت تكتب رقم موبايلك، اسمك، اسم الوالد، يعني حاجات كده من المعلومات اللي قدامك دي، وتدوس تاكيد حفظ وخلاص كده الموضوع تم بنجاح. فين السحب؟ لا، انت هترجع هتلاقي نفس الواجهه اللي قدامك دي، هتدوس على محفظتك كده من فوق، تمام؟ بعد ما تدس او بعد ما تسيفت على كواي وتدوس عليها، ويبدا ان انت تسحب المبلغ اللي انت نفسك فيه وتقول له تاكيد. بعديها باقل من دقيقه او دقيقتين بتلاقي برضو المبلغ وصل لك. في ناس بتواجهها مشاكل في سحب الفلوس، انا عارف، لانه بتيجي تسحب يقول لك فشل السحب، حاول بعد 24 ساعه للامان. انا كاحمد واجهتني مشكله زي دي، عملت ايه؟ ما جربتش مره واثنين وثلاث، انا لازم اسحب. لا، استنيت يوم. طب ما نفعتش، عملت ايه؟ استنيت يومين. المشكله يعني الدنيا هتطير؟ طب ما نفعتش برضو، كل اللي انت هتعمله هتحاول ان انت تفتح الحساب بتاعك من على موبايل تاني غير موبايلك، تمام؟ وتبدا ان انت تغير برضو، تكون شبكه واي فاي غير اللي انت بتفتح منها على طول، فاهمني؟ وتسحب فلوسك بعد 24 ساعه من الكلام اللي انا قلته ده، وبتسحب فلوسك وان شاء الله يعني هيسحب معاك بدون اي مشاكل. ده تطبيق واي يا جدعان، 50 جنيه على كل واحد تدعيه ويكمل في التطبيق 10 ايام. تطبيق سهل جدا ان انت تجمع منه فلوس، وكل فتره بيعملوا حدث او ايفنت جديد بيشجع الناس انها تدعي الناس اكتر لكواي زي ما التيك توك كان. لو انت عندك اي تطبيق، اي موقع، اي حاجه عايز نتكلم عليها سيبها تحت في الكومنتات. بس كده، واشوفك ان شاء الله في فيديو تاني. سلام.